هاي المعلومة خطيرة جدا. طبعا لم تأتي أي طائرة إلى الأجواء الإيرانية، كل الذي حصل هو ضرب أهداف في إيران من الأجواء العراقية فقط على بعد 100 كيلومتر من الحدود الإيرانية العراقية. يعني من أي مكان من الأجواء العراقية؟ من الأراضي العراقية؟ نعم، من النصف الغربي للعراق، من الأجواء التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. فكل الهجمات أتت من العراق فقط، يعني صواريخ، صواريخ من الطائرات، يعني قذائف من الطائرات الشبح التي حلقت على الأجواء العراقية وضربت الأهداف في إيران. لأن أي طائرة، لا طائرة مسيرة ولا طائرة حربية قربت من الأجواء الإيرانية، كلها أتت الصواريخ من الجانب العراقي للأسف الشديد. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على السماء العراقي، نعم، واستخدمت هذه الممرات وتحت ووضعتها تحت التصرف الصهيوني. إن كان يعني يعني هنا أستاذ أمير، حتى هاي المعلومة خطيرة جدا، الطائرات الإسرائيلية استخدمت الأجواء العراقية أمطرت أيضا من المطارات العراقية؟ لا، كلها أتت من، على ما يبدو غالبيتها أتت من خارج الكيان، يعني ربما من قبرص، من اليونان، من مناطق أخرى، لكن استغلت الأجواء الفارغة في لبنان وسوريا والممرات الموجودة تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. كيف تثبتون ذلك يا أستاذ أمير؟ يعني أنت عندما تقول القبرص ويونان تستخدم كلمة قد، لكن من هذا بالعراق تقول من العراق. الآن القوات، الأركان، القوات المسلحة الإيرانية تدرس هذه، لأن الصور مرصودة في الرادارات والأقمار الصناعية الإيرانية، وكذلك بعض الأقمار الصناعية من الدول الصديقة وضعت صور مهمة سلمتها لإيران وتثبت هذه المعلومات. الآن لجنة مشكلة تدرس هذا الموضوع وسيثبت ذلك، هناك اتصالات إقليمية ودولية حول هذا الموضوع، وطبعا نتمنى أن لا تتكرر هذه العملية. وطبعا هناك تواصل بين بغداد وطهران حول هذا الموضوع، لأنه في الحقيقة هي خيانة أمريكية كبرى للعراق، باعتبار أنها استغلت إمكانيات جوية والفضائية داخل العراق، إن كان عبر عين الأسد أو التنف أو بعض المناطق الأخرى، ربما استغلوها واستفادوا منها ووضعوها تحت اختيار الكيان الصهيوني، وهذه خيانة للاتفاق الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.